نتمنى رجوع الجمهور للملاعب، يعني احنا بقالنا اكتر من 9 سنين الدوري بيلعب من غير جمهور، والكوره من غير جمهور بلا طعم يعني. لكن الحمد لله يعني موافقه الجهات المعنيه والمجهود والخطه اللي اتعملت من الرابطه علشان نقدر نجيب موافقه على الاقل حتى لو ب 2000 1000 لكل فريق. فدي بالنسبه لنا كانت بدايه، وبدايه الحمد لله لحد دلوقتي موفقه، ونتمنى ان هي تستمر. استمرارها والتزام الجمهور هو اللي هيدينا الجراءه ان احنا نطلب زياده الجمهور في الفتره اللي جايه. فاحنا مستنيين ان شاء الله مع استمرار المباريات وقوه المنافسه واستمرار قوه المنافسه نشوف التزام الجمهور ده اللي هيدينا بعد كده دفع ان احنا نقدر نطلب ان اعداد الجماهير تزيد. احنا نعرض على وزاره الداخليه او الجهات المعنيه ان لا ممكن يبقى هل في زياده اعداد الجماهير في الفتره اللي جايه بما ان في التزام، لكن لو مفيش التزام انا مش هقدر اتكلم او بتكلم انا كرابطه يعني. الرابطه مش هتقدر تتكلم ان هي تطلب ان اعداد الجماهير تزيد لو لا قدر الله مفيش التزام، لكن اللي احنا شايفينه الناس كلها ملتزمه والجماهير كلها ملتزمه، وان شاء الله الفتره اللي جايه مع زياده الالتزام ان شاء الله يكون في زياده جماهير ان شاء الله.